أنا ضد الخدمة المدنية. عمين جايين يتشاطروا، حقوقنا تطلع لنا بدون ولا أي شرط. واحد، نحن مواطنين، وغير هيك احنا سكان البلاد الأصليين. يا جماعة حجة فاضي. صاحبي غلطوا خدم، كان يشغلوه 40 ساعة بالأسبوع، استغلوه واستعبدوه وعملوه بعنصرية، وبالآخر طلع من المولد بلا حمص. أنا بتطوع لبلدي لأنه أنا بدي، ومش مستني امتيازات. لما وزعنا شنطات أول السنة للأطفال الفقراء، ضحكتهم هي كانت المكافأة. هذا الرسم البياني، محور اكس عدد الخادمين، محور واي نسبة البطالة، بيزداد عدد الخادمين تزداد نسبة البطالة، دالة تصاعدية. فلسطيني ويخدم خدمة مدنية إسرائيلية، ايه شو ناقصنا تشويه؟ بتعرفوا انه ميزانية الطالب اليهودي اكتر بخمس مرات من ميزانية الطالب العربي؟ طيب وقامت حرب من صف جنود الجبهة الداخلية؟ المسألة مسألة مبدأ. أنا ضد. 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 أكيد أنا ضد.